بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن نتابع في مسألة الوحدانية، بدأنا بها في الدرس الماضي لكن لم نكمل الكلام عنها. قلنا المؤلف رحمه الله تعالى استدل ببرهان التمانع، وكان قال: نصانع العالم واحد، إذ لو كان له صانعان لثبت بينهما تمانع. نحن شرحنا الدليل الذي استدل به المؤلف، ولكن نريد نعطي بعض التفاصيل المتعلقة بهذا الدليل. فيقول: لو كان له صانعان لثبت بينهما تمانع، يعني لابد أن يقع بينهما اختلاف. لذلك سمي هذا الدليل برهان التمانع. وهنا في الشرح المؤلف يقول: ونحن نعول في هذه المسألة على دلالة التمانع، ونحن نعول في هذه المسألة على دلالة التمانع التي عول عليها جمهور المتكلمين، ونقول: إن فرض إلهين قادرين متماثلين في صفات الألوهية يؤدي إلى اجتماع الضدين أو عجز القادرين أو عجز أحدهما. فلاحظ، يقول برهان التمانع فكرته باختصار أنه افتراض إلهين متماثلين في جميع الصفات يؤدي إلى ثلاث أشياء، أو يؤدي إلى واحد من ثلاث أشياء: إما إلى اجتماع الضدين، أو عجز القادرين، أو عجز واحد منهما. كيف نطبق هذا على كلامنا؟ انظروا هنا، نقول: إذا فرض إلهان فإما أن يتفقا وإما أن يختلفا. المؤلف لم يتعرض لجانب الاتفاق، اكتفى بجانب الاختلاف، سنناقش هذا. لكن لو أخذنا بجانب الاختلاف فقط، إنه لو فرض إلهان وكما قال ثبت بينهما تمانع، لابد يحصل بينهما اختلاف. سنناقش هذا كما قلت، هل هو لابد أم لا. فإذا قلنا: طيب، اختلف الإلهان، أول احتمال أن يحصل مرادهما، أن يحصل مرادهما جميعا. ماذا سيكون هذا؟ جمع النقيضين. لذلك هو قال: هذا يؤدي إلى اجتماع الضدين. يعني كما قلنا في المثال في الدرس السابق، أنه أراد أحدهما أن يخلق في زيد حياة، والثاني أراد أن يخلق فيه موتا. فإذا حصل مرادهما سيكون زيد حي وميت معا. إذن هذا الاحتمال باطل لاستحالة اجتماع الضدين، مستحيل اجتماع الضدين. طيب، إذا قلنا لا يحصل مرادهما، إما أن يحصل مرادهما أو لا يحصل، انظر للفرق نفي وإثبات، يحصل مرادهما لا يحصل مرادهما، إذن انتهت القسمة. صحيح، درسنا هذا في الدرس السابق، وإذا كان الفرق بين القسمين نفي وإثبات إذن لا يوجد احتمال ثالث. فإما أن يحصل مرادهما جمع النقيضين أو الضدين، مستحيل، أو لا يحصل مرادهما. ما معنى لا يحصل مرادهما؟ هذا له صورتان: لا يحصل مرادهما بمعنى مراد كل واحد لا يحصل، أو لا يحصل مرادهما يعني مراد أحدهما لم يحصل. فمرادهما، الصورة المركبة، مرادهما لم يحصل. يعني مثلا لو سألتني: هل جاء زيد وعمر؟ السؤال عن مجيء زيد وعمر، فأنا قلت: لم يجئ زيد وعمر. نعم، زيد وعمر لم يأتيا. هذا يصدق أنه لم يأتي، لم يأتي كل واحد منهما، كلاهما لم يأتي. ويصدق
إنه جاء أحدهما دون الآخر، فلم يأتي زيد وعمر، يعني الصورة المركبة منهما جميعا لم يأتي، هذا هو المقصود هنا. لا يحصل مرادهما، مراد الإلهين، هذه الصورة المركبة، كلا المرادين لم يحصل، بمعنى هذا المراد لم يحصل وهذا المراد لم يحصل، هذا احتمال، أو حصل مراد أحدهما فقط. إذن هذا الاحتمال نقسمه إلى قسمين، لا يحصل مراد كل واحد منهما، وهذا عجز فيهما جميعا، كل واحد منهما مراده لم يحصل، فإذن هذا باطل لعجزهما. هذا يكون باطلا لأنه يلزم منه عجزهما جميعا. طيب إذا لا يحصل مراد أحدهما فقط فهو العاجز، الذي لم يحصل مراده عاجز، إذن هذا أيضا سيكون عجز أحدهما. فإذا أحدهما عاجز هو لا يصلح إله، إذن أبطلنا الإلهين كما قلت في الدرس السابق، بغض النظر هل الأول هو الإله أو ليس بإله، المهم أنني أسقطت وأبطلت كون الإله اثنين. فلاحظوا إذن ما الذي ترتب على الاختلاف؟ اجتماع الضدين محال، عجز الإلهين كلاهما محال، عجز واحد منهما أيضا محال، يعني الإثنينية لم تبق. لذلك هو في الشرح ماذا يقول؟ ونقول إن فرض إلهين قادرين متماثلين في صفات الألوهية يؤدي إلى اجتماع الضدين أو عجز القادرين أو عجز أحدهما، ثلاث احتمالات صحيح كما ترى، نعم، وكل واحد منها محال، اجتماع الضدين محال، عجز القادرين محال، عجز واحد منهما محال. قال والكل محال، وما يؤدي إلى المحال فهو محال. نحن وصلنا هنا، هذا مستحيل، هذا مستحيل، هذا مستحيل، إذن الاستحالة هي فيما أدى إلى المستحيل. إذا أنت سلكت طريقا وكل نتائج هذا الطريق مستحيل أمامك، هذا الطريق يتفرع ثلاث فروع، والفرع الأول غلط والثاني غلط والثالث غلط، إذن سلوكك للطريق من أصله غلط. إذن الاستحالة هنا إنه فرض إلهين واختلافهما هذا نفسه محال. نعم، من هذه الاستحالة نثبت هذه الاستحالة. أنا بدأت من افتراض أوصلني إلى محالات، إذن الافتراض الذي أنا افترضته لأختبر هل هو صحيح أم لا هو محال، ليس بصحيح. نعم، لكن هذه الطريقة كما قلنا قد يشكل عليها إشكال، إن المؤلف ماذا قال؟ صانع العالم واحد، إذ لو كان له صانعان لثبت بينهما تمانع، ثبت بينهما تمانع. قد يقول قائل ربما لا يختلفان بل يتفقان، يتفق هذان الإلهان الفرضيان طبعا يتفقان على طريقة معينة لتقسيم الخلق بينهما بحيث لا تتعارض إرادتهما، لا تتعارض إرادة الأول مع إرادة الثاني، هذا ما نسميه باحتمال الاتفاق، احتمال أن يتفقا كما احتمال أن يختلفا، لكن المؤلف لم يدخل في هذا في المتن، قال ثبت بينهما تمانع. طيب كيف يعني نناقش طريقة المؤلف؟ أول يعني طريقة أو أول احتمال نضعه أمامنا لفهم كلام المؤلف، أنه لعله يعني أن الاتفاق بين الإلهين المفترضين، هذا الاتفاق وإن كان ممكنا عقلا أو يعني محتملا كاحتمال عقلا، أنه إذا فرضت إلهين كما يجوز الاختلاف يجوز الاتفاق، فهذا أحد الاحتمالات العقلية الواردة، هذا الاتفاق وإن كان محتملا ممكنا عقلا ولكنه في الواقع مما لا يقع عادة، في العادة
كل اثنين لهما سلطة، لهما حكم، لهما قادرية، لهما حاكمية، وإن كانت في أدنى درجات الحاكمية. كل اثنين أعطيتهما حاكمية وأعطيتهما سلطة وأعطيتهما قدرة في طبقة متساوية، طبعا نتكلم يعني في نفس المستوى، أعطيتهم قادرية، لابد أن يقع بينهما اختلاف، وهذا يعني في جاري العادة لا يتخلف عادة. لذلك كما نرى يعني أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، أي وزارة، أي نظام، أي كذا، يكون له في رأسه رئيس واحد، ولا يمكن يعني أن يكون هناك اثنين متساويان في السلطات في نفس الطبقة، لأنه لابد يحصل بينهما اختلاف. نرى مثلا في حياتنا المعاصرة أحيانا في السياسة بعض الأحزاب تصل إلى الحكم، ولكن لا يصل الحزب لوحده، يعمل تشارك عدة أحزاب فيسمونها حكومة ائتلافية، لكن يتقاسمون فيما بينهم. نعم، مثلا أنت في الأمور الخارجية، أنا في الأمور الداخلية، مثلا أنت تتولى الأمور يعني بين الدول، أنا أتولى الأمور داخل البلد، مثلا يتقاسمون فيما بينهم. حتى في بعض الدول يعني منصب رئيس الوزراء لما يكون هناك تقاسم يتناوبون عليه، أول 6 أشهر للحزب الفلاني، 6 أشهر الثانية للحزب الفلاني، ويكون بينهم تحالف. هذا الدليل أنه لا يصلح أن يكون يعني اثنان متساويان في السلطة تماما. فممكن المؤلف يعني نصحح كلام المؤلف أنه يقصد ثبت بينهما تمانع عادة، ولكن هذا يضعف الدليل ويجعله من دليل يفيد اليقين عقلا إلى دليل يفيد اليقين عادة، لكن عقلا يبقى هناك احتمال، لعل هذان الإلهان، لعل هذين الإلهين لم يختلف بل اتفق، وإن كان هذا عادة لا يقع، ولكن عقلا ممكن. المؤلف حقيقة منتبه إلى هذا، وإن كان في المتن لم يذكره، في الشرح ذكر هذا. انظروا ماذا يقول في الشرح، ليس بين يديكم نسخة الشرح أو بعضكم، في صفحة 107 يقول: إيرادان على دليل التمانع. يقول: فإن قيل هذه الأقسام، أي أقسام يقصد؟ هذه الأقسام الثلاثة التي في الأسفل هنا، هذا وهذا وهذا. فيقول: هذه الأقسام إنما تتفرع على وقوع المخالفة بين الإلهين. انظروا، إنما تتفرع على وقوع المخالفة، إنه لابد يقع مخالفة، فلما لا يجوز فرض إلهين متوافقين في الإرادة بحيث يمتنع وقوع المخالفة بينهما؟ قال: لماذا لا نفرض إلهين متوافقين في الإرادة؟ إذا أراد الأول يخلق في زيد حياة، الثاني يوافقه، يقول: نعم نخلق فيه حياة، نخلق فيه موت، نخلق فيه موت، حركة، نخلق فيه حركة، نخلق فيه سكون، سكون، دائما يتوافقان. نعم، يقول يعني يكمل الإيراد ثم يذكر الجواب. يقول: الجواب: قلنا الموافقة بينهما، الاتفاق بين هذين الإلهين، إن كانت عن ضرورة، يعني هما مضطران إلى الموافقة، يعني ليس للإله الثاني إلا أن يوافق الإله الأول، ليس عنده اختيار آخر. قال: فقد ثبت عجزهما واضطرارهما إلى الموافقة. يعني الأول مثلا يريد أن يخلق في زيد حياة، والثاني مضطر اضطرارا إلى موافقته، ليس له اختيار أن يخالف، هو مضطر أن يوافق، إذن هو عاجز. والثاني مثلا أراد أن يخلق في زيد مثلا حركة، فالأول مضطر أن يوافقه، هذا عجز. فيقول: الموافقة بينهما إن كانت عن ضرورة، هنا ضرورة معنى اضطرار، يعني بما يعني ما يقابل الاختيار والإرادة، إن كانت عن ضرورة فقد ثبت عجزهما واضطرارهما إلى الموافقة.
يقول وإن كانت عن اختيار إنه الثاني يوافقه بإرادته باختياره يقال فيمكن تقدير الخلاف بينهما. يمكن تقدير الخلاف يعني عقلا يمكن أن نفرض بدل هذه الموافقة، هي دائما موافقة افتراض يعني في الواقع، لا الأول أراد شيء الثاني وافقه، أراد شيء الثاني وافقه، أراد شيئا الثاني وافقه، لكن ألا يمكن عقلا أن يخالفه؟ يمكن. طيب على تقدير وقوع المخالفة ماذا سيترتب؟ مستحيلات، سيترتب جمع الضدين أو عجز الإلهين أو عجز واحد منهما على الأقل، وعلى الثلاثة إذن ليس بإلهين جميعا. فلاحظ أنه قال إن كانت الموافقة عن اختيار فيمكن تقدير الخلاف بينهما. لماذا يمكن تقدير الخلاف؟ لأن الخلاف ممكن عقلا. أصلا أنتم أشكلتم على دليلنا أنه المؤلف قال أنه لو كان هناك إلهان لابد يختلفان، فجاء إشكال أنه لعلهما يتفقان، يمكن الاتفاق، ونقول تمام أخذنا احتمال الاتفاق، نقول احتمال الاتفاق هل هما مضطران إلى الاتفاق؟ هذا عجز. أو الثاني يوافق الأول بإرادته، قال بإرادته، كل ما الأول أراد شيء الثاني يوافق 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 يوافق. طيب كما أنتم أشكلتم قبل قليل على المؤلف إن هو قال الاختلاف الاختلاف، قلتم لعله يوافق، نقول الآن نفس الطريقة إن هو دائما يوافق يوافق يوافق، نقول فلعله يخالف، يمكن أو لا يمكن؟ يمكن عقلا، بل هو الجاري في العادة، ليس فقط ممكن عقلا، أكثر من هذا، هو الجاري في العادة أن يختلف القادران. طيب فإمكان الاختلاف، لاحظ إلهان متفقان متفقان، لكن أنا أفكر بإمكان الاختلاف. إمكان الاختلاف يعني إمكان وقوع الاختلاف، لأنه ما هو الممكن الذي يقبل الوجود والعدم؟ إذن الوجود احتمال يقع في يوم من الأيام، فإمكان الاختلاف يعني إمكان وقوع هذا الاختلاف. إمكان وقوع الاختلاف يعني اجتماع الضدين أو عجزهما أو عجز أحدهما وكله محال. هل الممكن يؤدي إلى مستحيل؟ هل الممكن عقلا إذا افترضته واقعا هل يؤدي إلى محال عقلي؟ لو أدى إلى محال عقلي لم يكن ممكنا، لكان محالا. يعني نحن أصلا كيف نعرف أنه هذا شيء ممكن أو مستحيل أو واجب؟ نفرضه موجودا ونكمل التفكير، فإن بقي التفكير مستقيما إذن هذا هو الممكن. نعم، نفرضه موجودا، نفرضه معدوما ونستمر في التفكير، فإن استمر التفكير يعني على فرض وجوده التفكير مستقيم، على فرض عدمه التفكير مستقيم، هذا هو هذا هو الممكن عقلا. المستحيل عقلا نفرض أنه موجود ثم نرتب خطوة في التفكير، خطوة ثانية خطوة ثالثة، ينسد أمامي باب التفكير، أجد الباب مغلق لا أستطيع أكمل التفكير، هناك مشكلات. إذن أقول المشكلة بدأت أني فرضته موجودا، إذن هو مستحيل. الواجب كيف نختبر أنه هذا الشيء واجب أم ليس بواجب؟ نفرضه معدوما، نفرض هو غير موجود، ثم نكمل خطوة في التفكير، خطوة ثانية أجد الباب مغلق أمامي لا أستطيع أكمل التفكير، يعني وصلت إلى مستحيل، وصلت إلى إشكال عقلي. إذن الفرض الذي فرضته غلط، إن فرضت هذا شيء معدوما إذن هو واجب. فهناك قاعدة يعني نستخلصها الآن موجودة في الكتاب، أنه الممكن عقلا لا يلزم من فرض وقوعه محال، لا يلزم أي محال إذا افترضت وقوعه، كما لا يلزم من فرض عدمه محال. الممكن عقلا لو افترضت وجوده لا يلزم أي مشكلة، ولو افترضت عدمه لا يلزم أي مشكلة. فالممكن عقلا لا يلزم من فرض وقوعه محال، ولا يلزم من فرض عدمه أو فرض لا وقوعه محال، لا يلزم. لكن هنا إذا قلنا الإلهان متفقان
وافترضنا كإمكان عقلي الاختلاف، إمكان الاختلاف يعني إمكان وقوع الاختلاف، إمكان وقوع الاختلاف يؤدي إلى جمع الضدين أو العجز وهو محال. لكن هذا عكس تعريف الممكن، الممكن لا يؤدي إلى محال. إذن افتراض إلهين محال ليس ممكن. وهذا ما جعل بعض العلماء يعني كما ترون هنا أتى بهذا ويعني أجاب عن الاعتراض، لذلك قال بعدها: قلنا هنا مقدمة يقينية، وهي أن كل ما كان ممكنا لا يلزم من فرض وقوعه محال. كل ما كان ممكنا لا يلزم من فرض وقوعه محال، لأن تعريف الممكن يعني أنك تفرضه موجودا يستمر، تفرضه معدوما يستمر التفكير. نعم، لذلك الإمام التفتازاني في شرح العقائد، الإمام التفتازاني في شرح العقائد ينظر في هذا الكتاب شرح العمدة، هناك مواضع كثيرة أنا أحصيتها. الإمام التفتازاني في شرح العقائد ينقل عن أبي البركات النسفي أحيانا بنفس حروفه، يعني أخذ الجملة بنفس حروفها، هذا موجود في مواضع كثيرة من شرح العقائد. فهذا الكتاب أحد مصادر التفتازاني في شرح العقائد، نعم ليس المتن الشرح، شرح العمدة، نعم هو أحد المصادر، ليس لم يعتمد عليه لوحده، اعتمد مصادر أخرى أيضا، ولكنه أحد هذه المصادر التي اعتمد عليها. فالإمام التفتازاني في هذا الموضع استفاد أو يعني أخذ من أبي البركات النسفي في هذه العبارة، ولكن غير في الصياغة قليلا. فالإمام التفتازاني ما قال مثل المؤلف إنه لو كان هناك صانعان لثبت بينهما تمانع، هكذا عبارة المتن صحيح، لثبت بينهما تمانع. التفتازاني في شرح العقائد ماذا قال؟ لو كان هناك إلهان لأمكن بينهما تمانع، لأن المؤلف ماذا قال؟ ثبت التمانع. قلنا رعاه لا يثبت، فهو أتى بهذا في الشرح وقال حتى لو كان هناك اتفاق يوجد إمكان الاختلاف. فالتفتازاني اختصر هذه الخطوة، لو أنت تقول لابد يحصل اختلاف، لابد يحصل، ثم تأتي بإشكال أنه لعلهما يتفقان، فقال حتى لو اتفقا نأخذ إمكان الاختلاف، ممتاز. فالتفتازاني أخذ إمكان الاختلاف مباشرة، لأن إمكان الاختلاف يشمل يعني يصدق على وقوع الاختلاف ووقوع الاتفاق، صحيح؟ يعني ما لو أتينا بشخصين وقلنا بين هذين الشخصين يمكن الاختلاف، هذا الوصف إمكان الاختلاف بينهما، ألا يصدق عندما يكونان جالسين متفقين متحابين؟ أليس الآن في هذه الصورة هما جالسان معا متفقان مختلفان، متفقان متحابان، أليس عقلا أن هذا صورة من صور إمكان الاختلاف؟ نعم، هما متفقان ولكن إمكان الاختلاف ثابت. نعم، طيب لو فرضنا هما مختلفان فعلا، متناقشان الآن، مختلفان متخاصمان، هذا أيضا صورة من صور إمكان الاختلاف، لأنه إمكان الاختلاف هو قبول الاختلاف قبول الاتفاق، صحيح؟ هذا الإمكان تجسد في الاتفاق وتجسد في الاختلاف. كما نقول مثلا أنا إنسان ممكن عقلا، ممكن الوجود ممكن العدم، فقبل وجودي أنا ممكن وبعد وجودي أنا ممكن، صحيح؟ لكن تجلى الإمكان وأنا في العدم، تجلى أنه أنا قابل للوجود قابل للعدم، وقد رجح الصانع العدم على الوجود، بقيت على العدم بترجيح الصانع. أنا الآن ممكن الوجود قابل للوجود قابل للعدم، والصانع رجح وجودي، لكن أبقى أنا في ذاتي ماذا؟ ممكن. نعم، كوني موجود الآن هذا بترجيح خارجي، لكن أنا في نفسي ممكن. نعم، فسواء كنت معدوما أو كنت موجودا أنا في نفسي في ذاتي قابل للأمرين،
كذلك في مسألتنا أن هناك اثنان يمكن بينهما الاختلاف، يعني هما كشخصين يمكن الاختلاف بينهم. نعم. الآن حصل اختلاف، هذا بترجيح خارجي. نعم، حصل في الواقع فتنة بينهما، اختلفا، لم يحصل فتنة، اتفقا. نعم، مرة ترجح الاختلاف، مرة ترجح الاتفاق، لكن يبقى هما في نفسيهما كاثنين قادرين عالمين ماذا؟ ممكن الاختلاف. فلذلك التفتازان قال نجمع الصورتين في صيغة واحدة، أنه لو كان هناك صانعان لأمكن بينهما تمانع، أو أمكن بينهما اختلاف. هذا الإمكان يعني إمكان وقوع الاختلاف. إمكان وقوع الاختلاف كما قلنا يؤدي إلى مستحيلات. نقول من البداية الممكن لا يؤدي إلى مستحيل، هذا أدى إلى مستحيل، إذن من البداية ليس ممكنا. نعم. طيب، بعض العلماء قالوا هذه الطريقة جيدة، ولكن يعني فيها إجمال، يعني تحتاج شرح، لأنه كما قال مؤلف ثبت بينهما تمانع، سيأتيك اعتراض احتمال الاتفاق، فتحتاج تشرح وتبطل هذا الاحتمال كما شرح. على طريقة التفتازاني قال لو كان هناك إلهان لأمكن بينهما اختلاف، وصرنا نشرح الإمكان أنه هذا الإمكان له صورتان قد يتحقق في الاتفاق أو في الاختلاف في الواقع. فالطريقة فيها إجمال، يعني خفاء بسبب الاختصار الشديد، تحتاج إلى تفصيل. فبعض العلماء قال لماذا لا نفصلها ونشرحها بوضوح، بأن نجعل افتراض إلهين على احتمالين، إما أن يتفق وإما أن يختلف كما ترون على اللوح، وندرس احتمال الاتفاق كاحتمال وليس كإمكان اختلاف. نعم، هو فيه إمكان الاختلاف، هذه الطريقة التي شرحناها، ولكن لما لا ندرس احتمال الاتفاق نفس احتمال الاتفاق، وندرس احتمال الاختلاف نفس احتمال الاختلاف، فهي طريقة أكثر تفصيلا إذن، فقط ليست معارضة للطريقة الأولى ولكن تفصيلية أكثر. فقال بعضهم إذا فرض إلهان إما أن يتفق أو يختلف، إذا اختلف شرحنا هذا، بقي إذا اتفق. إذا اتفق فنقول إذا اتفق هذان الإلهان، مثلا لنقل مثال اتفق على خلق زيد، خلق إنسان اسمه زيد، فالآن ما هي الاحتمالات العقلية الواردة في هذه الصورة؟ أول احتمال أن يخلقه الأول والثاني معا، يعني الأول يخلق زيد بتمامه والثاني يخلق زيد بتمامه كاملا، ويكون خلق الأول لزيد وخلق الثاني لزيد معا، لم يسبق أحدهما الآخر، فهذا خلق زيد تاما وهذا خلق زيد تاما ومعا. نقول هذا مستحيل. لماذا؟ لأنه يلزم اجتماع مؤثرين على أثر واحد، وهذا لا يمكن عقلا، يعني كيف يكون هناك مؤثران كل واحد مؤثر في الشيء بتمامه ثم يكون أثر واحد؟ يعني مثلا أنا أقول مثلا أنا فتحت الكتاب، هذا الكتاب كان مغلقا، أنا فتحته. نعم، أنت تقول لا، أنا من هذا الطرف أنا أمسكته أنا فتحته، فأقول لك لا، أنا فتحته تماما، يعني كل عملية الفتح وقعت تحت يدي أنا. أنت ترفض وتقول لا، كل عملية الفتح وقعت تحت يدك أنت ومعا في نفس الوقت، هذا مستحيل، لأنه أثر واحد، وهذا الأثر الواحد بدون تقسيم تمام بتمامه لا يمكن يكون لمؤثرا. نعم، أنا أضرب مثال، مثل ما نحمل يعني شيئا، أقول مثلا أنا أحمل هذا القلم بيدي اليمنى أو بهذه اليد، أو شخص من هنا شخص من هنا، نقول هذا القلم مثلا وزنه 50 غرام،
لأن لا يمكن تكون 50 غرام كاملة تحت حمل هذه اليد وتحت حمل هذه اليد، يعني هذه اليد تحمل 50 وهذه تحمل 50 وهو 50، هذا واضح لا يمكن عقل. طيب الاحتمال الثاني أن يخلقه الأول بتمامه، يخلق زيد كاملا ثم بعدما ينتهي الأول يخلقه الثاني أيضا بتمامه، نقول هذا تحصيل حاصل، يعني الثاني لم يفعل شيئا حقيقة، خلق المخلوق إيجاد الموجود هذا ليس صحيحا لأنه تحصيل حاصل، وتحصيل الحاصل مستحيل عقلا، باطل عقلا. إذن بقي احتمال واحد وهو الأدق أو الأصعب حقيقة، وهو أن يخلق الأول بعضه والثاني بعضه. نقول هناك إلهان فرضا متفقان، هناك إلهان متفقان على الخلق، فإذا أراد الأول يخلق زيد فيخلق قسم من زيد، والثاني يخلق قسم آخر من زيد، بدل زيد نقول العالم كاملا مثلا، فالأول يخلق مثلا السماوات، الثاني يخلق الأرض، الأول يخلق مثلا الأجسام، الثاني يخلق الأعراض، يتقاسمان بأي طريقة من التقاسم. كما سألني الأخ أظن عبد الله في الصباح، يعني قال مثلا لو كان هناك أكثر من عالم، فالإله الأول خالق في عالم والإله الآخر خالق في عالم آخر، لكن هذا حقيقة هو صورة من صور الاقتسام أيضا، لأن العالم الأول هو نحن ماذا نعرف العالم؟ ما سوى الله، أو ما سوى يعني واجب الوجود، فالعالم الأول هو داخل تحت كلمة ما سوى الله، والثاني داخل تحت كلمة ما سوى الله، إذن كلاهما العالم ألف والعالم باء كلاهما عالم، نعم يعني كلاهما اسمه عالم في النهاية، ليس شرط أن يكون العالم يعني متصل، حتى لو كان منفصل هذا عالم وهذا عالم، لكن كمفهوم كلامي العالم هو ما سوى الله، فإذا كان عالم ألف عالم باء هما مما سوى الله، هما من العالم، فهو نوع من الاقتسام. إذا نقول الإله الأول قال أخذ أنا العالم ألف أنت تأخذ العالم باء، يعني كأنه قال نقسم العالم بالمصطلح العلمي الكلام إلى قسمين، عالم ألف وعالم باء، أنت تفعل هنا وهو يفعل هنا، فهو اقتسام. طيب ما المستحيل في هذا؟ ما المستحيل في هذا الاقتسام؟ أها نعم نعم أها يعني نقول تمام هذا الاقتسام. الآن ممكن نسأل نفس سؤال، هل هو عن ضرورة أو عن اختيار، ونجري فيه برهان التمانع، أنه نفس فكرة الاقتسام، هل هما مضطران إلى الاقتسام أم لا؟ فإذا قلنا مضطران هذا عجز، إذا قلنا لا باختيارهما نجري فيه برهان التمانع، يعني نفس الفكرة أنه لو طيب ما اقتسم ما دام هو باختيارهما الاقتسام، طيب إذا ما اقتسم هذا يرجع إلى برهان التمانع، هذه طريقة، لكن أنا قلت نريد نشرح بدون برهان التمانع، نريد تفصيل لأنه نعم عموم تعلق القدرة أنه هو عجز من جهة عموم تعلق القدرة، بمعنى أنه إذا اقتسم فالأول صار يعني قدرته نافذة في العالم ألف، والثاني قدرته نافذة في باء، فقدرة الأول لا تنفذ إلا في ألف، لا تنفذ في باء، وهو نقص في القدرة، عجز في القدرة. لكن قد يعترض على هذا بأن هذا يعني عدم تعلق القدرة من الإله الأول في باء هو يتعلق بألف فقط، عدم تعلق قدرة الإله الأول في باء نتيجة لإرادته،
يعني هو أراد ذلك. فهذا يشبه أن نقول يعني الله تعالى مثلا ما أراد أن يخلق أحمد إنسان اسمه أحمد، نعم، يعني رجل وامرأة تزوج وكان عندهما نية يولد لهما ولد يسمونه أحمد، لكن في إرادة الله مثلا أنه الله ما أراد أن يخلق لهما أحمد، فقدرة الله ما تعلقت بخلقه. هل هو نقص في القدرة؟ لا، بسبب عدم الإرادة. فممكن واحد يقول هكذا أنه عدم تعلق قدرة الإله الأول ببا هذا تابع لإرادته، أنه هو أراد يعطي با للإله الثاني. نقول لذلك يعني هناك طريقة ثالثة الآن للجواب، وهي أن نقول العجز يحصل عند تعلق إرادة الثاني ببا، أنه لما بدأ الثاني وتعلقت إرادته بالعالم با الآن لا يمكن للأول حتى لو غير إرادته لا يمكن للأول أن تتعلق قدرته به لأنه سيصبح تحصيل حاصل. نعم، يعني ممكن مثلا أنا وأنت أنا أطلب مثلا من أو أنا مثلا أقوم لأفتح الباب، نعم، فأنت تقوم وتسبقني وتفتح الباب، نعم، أنا عندما أراك قمت لفتح الباب تمام أنا أعطيك هذا بإرادتي، أقول لك تفضل أنت افتح الباب، لا أريد أفتح أنا الباب، لاحظ بإرادتي أنا قادر على فتح الباب لكن بإرادتي أعطيتك هذا، حتى الآن ما زلت أنا يعني قادر على فتح الباب، إرادتي أعطتك أنت افتح، فأنت تمشي تمشي أستطيع أوقفك أقول توقف وأرجع أنا بقدرتي أفتح، يعني ما زالت قدرتي صالحة للتعلق. لكن إذا أنت بدأت تفتح الباب وفتح الباب بقدرتك الآن قدرتي ممنوعة من التعلق لأنه سيصبح تحصيل حاصل، إذا قلت أنا الآن سأفتح الباب وأنت فتحته، فهنا يعني بعد تعلق قدرة الإله الثاني بمخلوقه صار المخلوق موجود بقدرة الإله الثاني، صار هذا المخلوق خارج عن قدرة الإله الأول تماما، هذا هو العجز. فيلزم العجز إذن. نعم، فكما ترون هي يعني طرق في تقرير الدليل، وكما شرحنا في الدرس السابق هي يعني محاولة للوصول إلى أقرب صيغة أو أحسن صيغة من صيغ تقرير هذه الأدلة. نعم، أظن نعم تكلمنا في هذا. طيب ننتقل إلى المسألة التي بعد إذا ما عندكم أي سؤال. طيب ننتقل إلى المسألة التي بعدها، مسألة القدم درسناها قدمتها أنا في الدرس الماضي. المسألة التي بعدها في أنه تعالى ليس بعرض، نعم، يقول الآن سيأتي معنا عدة مسائل من مسائل التنزيه، إنه الله تبارك وتعالى ليس بعرض وليس بجوهر وليس بجسم وليس في جهة وليس في مكان وليس له كيفية وليس متبعضا ليس متناهيا ليس متجزئا. ستأتي عندنا يعني مجموعة من مسائل التنزيه. والإمام أبو البركات النسفي في هذا الكتاب سيبطل يعني كل صفة من هذه الصفات، يعني أقصد العرضية مثلا أو الجسمية أو التناهي أو التجزؤ في حق الله تعالى، سيبطل كل مسألة من هذه المسائل بدليل خاص بها، فيثبت أن الله ليس بجسم بدليل، يثبت أن الله ليس بعرض بدليل، يثبت أن الله ليس بجوهر بدليل، ليس متناهيا بدليل، ليس متجزئا بدليل، ليس في جهة ليس في مكان، كل واحدة بدليل خاص بها. هذا الذي سيفعله المؤلف يعني بعد قليل. الإمام التفتازاني في شرح العقائد
عندما تدرسون يعني إن شاء الله قائد من الكتب التي إن شاء الله يعني تصلون إليها في سلم الدراسة يعني في بعد هذا الكتاب بكتاب آخر، لكن من الجيد أعطي إشارات فقط يعني حتى إذا وصلتم إلى شرح العقائد تربطون بين هذا وذاك. وخصوصا كما قلت قبل قليل الإمام التفتازاني ناظر إلى هذا الكتاب أحد مصادره في التأليف، ويعني مثلا في برهان التمانع استفاد منه وإن كان يعني غير في الصيغة قليلا، ولكن حتى هذا التغيير موجود في الشرح، يعني لم يخالف أبا البركات، التفتازان لم يخالف أبا البركات فيه. لكن هنا في هذا الذي سنتعرض له الآن التفتازاني خالف مخالفة واضحة جدا لأبي البركات النسفي. ماذا قلت؟ أن أبو البركات النسفي أثبت أن الله ليس بعرض بدليل، ليس بجسم بدليل، ليس بجوهر، ليس في جهة، ليس متناهيا، ليس متجزئا، ليس له كيفية، ليس له كمية، كل واحدة بدليل. الإمام التفتازاني رفض هذه الطريقة وتكلم بكلام يعني فيه نوع من الشدة حتى على أبي البركات النسفي، وحتى في بعض الحواشي قالوا صرحوا بأنه هذا رد على صاحب العمدة يعني أبو البركات النسفي. نعم، الإمام التفتازاني كان طريقته أنه لابد نربط كل هذه المسائل التنزيهية بأنه فيها ما ينافي وجوب الوجود. يعني لو قلنا بأن الله عرض هذا سينفي عن الله صفة الوجوب، لو قلنا أن الله جسم حاشا لا كان في هذا ما ينفي وجوب الوجود، لو قلنا الله متناهي حاشا متجزئ حاشا وهكذا، لو أتينا بهذه المسائل كل واحدة منها تنفي يعني تصل بنا إلى نفي الوجوب عن الله ووصفه بالإمكان. وقد ثبت لدينا في اللقاء السابق أن الله تعالى صانع العالم واجب بإبطال التسلسل، صحيح؟ لما أبطلنا التسلسل ثبت أنه واجب. إذن كل ما يؤدي إلى نفي الواجب أو نفي الوجوب عن الله وجعله ممكنا باطل. عرفتم كيف؟ فالإمام التفتازاني يقول لابد نربط هذه المسائل كلها بالوجوب، والوجوب ثابت، فنفي هذه الصفات أو تنزيه الله عن هذه الأوصاف واجب. الإمكان في حق الله مستحيل، فهذه الصفات التناهي والتجزؤ والعرضية والجسمية التي تؤدي إلى الإمكان مستحيلة. فالإمام التفتازاني يقول هذه طريقة أقوى في الاستدلال، لأن الوجوب يعني لا أحد ينازع في وجوب الله تعالى، يعني أقصد داخل المؤمنين بالإله لا أحد ينازع في الوجوب. فإذا ربطت الجسمية مثلا بالإمكان، يعني الجسمية تؤدي إلى الإمكان وتنفي الوجوب، سيتوقفون لأنه لا أحد ينازع في الوجوب. أما إذا نفيت الجسمية بدليل خاص بها قد ينازعك المجسم مع إيمانه بالواجب طبعا، لكن قد ينازعك في هذا الدليل الخاص في نفي الجسمية. عرفتم؟ واحد ينفي الجسمية بدليل خاص بها بدون أن يربطها بفكرة الوجوب، فيأتي المجسم بسهولة يقول لك أنا يعني أخالف في هذا الدليل، ويبقى عنده الواجب واجب، يعني لا يرتبط في ذهنه أن قوله بالجسمية سيؤدي إلى قوله بإمكان ذات الله تعالى ونفي الوجوب عنها، وهو خطير جدا. فهذا يعني رأي الإمام التفتازاني في هذه المسألة. هذا تنبيه فقط، إشارة كما قلت لكم، يعني إذا وصلتم إن شاء الله إلى شرح العقائد تدرسون هذا بالتفصيل هناك. فنحن سنمشي على أدلة المؤلف الآن، سنمشي يعني نقرر فقط أدلة المؤلف كما ذكرها، ونبين يعني إذا فيها بعض الإشكالات نبين هذا. طيب، يقول فصل في أنه تعالى ليس بعرض. قال صانع العالم ليس بعرض لأنه يستحيل بقاؤه،
لاحظوا صانع العالم ليس بعرض، لأنه ما هو العرض؟ يستحيل بقاؤه. يعني هو يقول صانع العالم واجب، يعني ما معنى واجب؟ يجب أن يكون موجودا، يعني في الأزل يجب أن يكون موجود، في الأبد يجب أن يكون موجود، وهذا هو صفة البقاء والقدم والبقاء. فما دام هو واجب إذن يجب أن يكون موجود في الأزل، يجب أن يكون موجود في الأبد. إذن هو قديم في الأزل، هو باق في الأبد. فصفة البقاء حقيقة هي من وجوب الوجود. فيقول لكن العرض يستحيل بقاؤه، إذن الله تعالى ليس بعرض. لماذا؟ لأن الله تعالى واجب بقاؤه، العرض مستحيل بقاؤه، فافترق العرض عن ذات الله تعالى، لا يمكن أن يكون الله تعالى عرضا بهذا الدليل. طيب، هل مسألة إنه العرض يستحيل بقاؤه، هل هذه متفق عليها عند قدماء المتكلمين؟ نعم، العرض لا يبقى، العرض لا يبقى زمانين يقولون، يعني لا يبقى يعني يستحيل أن يبقى، ليس فقط في الواقع لا يبقى، لما يقولون العرض لا يبقى زمانين يعني حقيقة العرض يستحيل أن تبقى زمانين، بمعنى أن العرض يوجد لحظة في آن واحد ثم ينعدم، لا يمكن يستمر أكثر، فيخلق بعده عرض آخر قد يكون من نفس جنس العرض الأول، يعني مثل العرض الأول، أو يكون ضد العرض الأول. فعندي مثلا لون أسود عرض، على قول قدماء المتكلمين يستحيل أن يبقى، ففي الآن الثاني في اللحظة الثانية يخلق عرض آخر، إما يكون مثل العرض الأول يعني أسود أسود سواد سواد، أو أن يكون ضده، يعني يكون بياض يكون أحمر يكون أصفر أي لون آخر. فإن خلق مثل العرض الأول نرى وكأنه سواد واحد مستمر، ولكنه ليس سوادا واحدا مستمرا، وإنما هو تجدد الأمثال يسمونه، فهو مجموعة متتالية من الأعراض تتجدد فيما بينها فنراها كأنها عرض واحد. أما إن خلق البياض بعده نرى أسود تحول إلى أبيض، فندرك يعني انعدام السواد. هذا قول قدماء المتكلمين، لكن الفلاسفة ينازعون في هذا ويقولون يعني لا يوجد دليل على استحالة بقاء الأعراض. والمتكلمون المتأخرون درسوا المسألة فوجدوا فعلا أن القول باستحالة بقاء الأعراض قول فيه قوة، لا أقول ضعيف، فيه قوة، ولكن أدلته لا تتم على كل الأعراض، تتم في بعض الأعراض. في بعض الأعراض نعم، يعني بعض الأعراض حقيقتها لا تقبل البقاء، كالحركة، لأن الحركة هي انتقال من مكان إلى مكان، ثم إذا انتقل من المكان الثاني إلى المكان الثالث فهي حركة أخرى تشبه الحركة الأولى، ولكنها ليست عين الحركة الأولى. الحركة الأولى من ألف إلى باء، الحركة الثانية من باء إلى جيم، فالحركة الثانية غير الأولى. فطبيعة الحركة هي انتقال من حيز إلى حيز إلى حيز إلى حيز، فهي حركات متتالية، تنعدم الأولى فتحدث الثانية، تنعدم الثانية تحدث الثالثة، كجسم الإنسان يعني بصورة تقريبية فقط، كجسم الإنسان عندما يمشي الخطوة الأولى يتبعها خطوة ثانية، الخطوة الثانية خطوة ثالثة، الخطوة الثالثة يتبعها خطوة رابعة، ونحن لا نقول الخطوة الثانية هي نفس الخطوة الأولى، طبعا هي خطوة أخرى لكنها شبيهة بالخطوة الأولى فقط للتقريب. فطبيعة الحركة هي عرض، يعني لا يقبل الدوام، لا يقبل الاستمرار، نعم، وإنما قد يتحرك الجسم ثم يسكن يعني تنعدم الحركة، أو يتحرك حركة ثم يتحرك حركة أخرى يعني يتجدد مثلها،
فالمتأخرون درسوا مسألة بقاء الأعراض، فكما قلت وجدوا أنه مسألة استحالة بقاء العرض، أنه العرض لا يبقى زمانين، وجدوا الأدلة في ذلك لا تتم في جميع الأعراض، في بعضها نعم لكن في بعضها لا تتم. لذلك المتأخرون يعني توقفوا، أو ليس توقفوا يعني نازعوا خالفوا في المسألة، وقالوا لا نستطيع أن نقول العرض لا يبقى، بعض الأعراض تبقى لا إشكال في هذا عقلا عند المتأخرين. فالمسألة فيها خلاف على كل حال، يعني هذا قول قوي وهذا قول قوي أيضا في علم الكلام. فالسؤال الآن، المؤلف ربط يعني كون الله ليس بعرض بأي دليل؟ إنه العرض يستحيل البقاء، الله واجب البقاء، إذن الله ليس بعرض. لكن على قول المتأخرين العرض قابل للبقاء أيضا، صحيح؟ وعلى قول الفلاسفة العرض قابل للبقاء، على الأقل بعض الأعراض. نعم، فإذا كيف ننفي عن الله العرضية؟ إذا صار هذا الدليل يعني غير مسلم على الإطلاق، وإنما هذا الدليل فقط يمكن استعماله في أو عند القائلين باستحالة بقاء العرض. لاحظتم؟ صار هذا الدليل فقط عند من يقول باستحالة بقاء الأعراض يمكن أن نستعمله. لذلك الإمام التفتازاني كما قلت لكم قبل قليل قال الأقوى أن نربط المسألة بوجوب الوجود. نعم، إن العرض محتاج إلى المحل. ما تعريف العرض؟ ما يقوم بغيره، فهو محتاج إلى المحل حتى يكون موجودا، صحيح؟ كالحركة والسكون، كالفرح، الحزن، الألوان، هذه أعراض تحتاج إلى محل لتقوم بها. إذن العرض مفتقر إلى الغير، والافتقار احتياج، الاحتياج إمكان، لأن هذا الغير إن أعطاك المحلية ستكون يعني موجودا فيه، نعم، وتظهر يظهر وجودك. إن ما يعني كان هذا المحل غير قابل لك، أو ما يعني رفضك ولم يأخذك إليه، فلن تكون موجودة. كالحركة، ممكن تكون في اليد حركة، لكن إن أنا رفضت أن تكون الحركة في يدي، يعني سكنت يدي، هنا رفضت أنا الحركة أن تحل في يدي، فلن توجد الحركة. فلاحظوا صارت احتياج الحركة إلى اليد يعني الإمكان، إنه اليد إذا أعطت يعني قبلتها لتحل فيها ظهرت الحركة، إذا اليد ما قبلتها لن تظهر الحركة. هذا الذي كان يعني يريد التفتازاني في الكلام الذي قلته. نعم، فأنا لا أريد في كل مسألة يعني أفصل بين الطريقتين، فقط إشارة في المسألة الأولى ثم نمشي على أدلة المؤلف. نعم، نعم يعني هذا كلام صحيح، ولكن في نعم نعم يعني هذا طريقة أخرى. نعم، ولكن يعني قد يقال يعني هل قبول العرض للعدم لعرضيته أو لأمر زائد على ذلك؟ يعني لماذا العرض قابل للعدم؟ هل لكونه عرضا أو هناك أمر يعني أكثر خصوصية في العرض تجعله قابلا للعدم؟ طبعا نحن نقول لعرضيته، يعني صحيح ما تقول، أنا لا أناقش في هذا، ولكن لو واحد قال إنه حاشا طبعا الله تعالى عرض والأعراض عرض، فهنا هو هذا الخصم مع غلطه طبعا، لكن سيدعي انه قبول العرض ل يعني الاعراض المعروفه الحركه السكون كذا للعدم ليس لكونها عرضا،
بل لأمر خاص بها، لأنه هو يدعي أن الله تعالى أيضا عرض لكنه غير قابل للعدم. فلذلك يعني الأحسن أن نربط الفكرة بالاحتياج بالافتقار، هذا يكون قاطع للنزاع تماما. نعم. فيا أدلة لا، أنا لا أقول فيها شيء يعني، لكن يعني قد يتوجه عليها الإشكال، هذا هو المقصود. يعني هناك فرق بين الدليل الباطل بمعنى أنك أصلا تنطلق من مقدمات فاسدة، أو الدليل الذي قد يتوجه عليه إشكال فتحتاج أن تحله بطريقة ما. نعم. فيكون دليل يعني إقناعي أو دليل خطابي، يعني هو مقنع لمن يسلم هذه المقدمات، نعم، لكن قد يتوجه عليها إشكال من جهة ما. طيب، المؤلف قال: صانع العالم ليس بعرض لأنه يستحيل بقاؤه. لماذا يستحيل بقاؤه؟ طبعا على رأي المؤلف أن العرض يستحيل بقاؤه. طيب لماذا يستحيل بقاؤه؟ هذه يعني مقدمة عنده تحتاج إلى استدلال، فقال أثبتها، قال: لأنه إن كان باقيا فإما أن يكون البقاء قائما به وهو محال، لأن العرض لا يقوم بالعرض، والبقاء عرض لأنه عبارة عن معنى زائد على الذات، والبقاء كذلك زائد على الذات، بدليل صحة قول القائل: وجد ولم يبقى، ولم يصح وجد ولم يوجد، بخلاف اتصاف السواد باللونية لأنها ليست بزائدة على ذاته. سأشرح هذا الكلام. يقول: أو بغيره، معطوف على ماذا؟ إنه إن كان باقيا العرض فإما أن يكون البقاء قائما به، هذا أول احتمال وأبطله، أو بغيره، يعني أو قائما بغيره، فيكون الباقي ذلك الغير لا العرض. يعني إذا المسألة هي أن العرض لا يبقى، أن العرض لا يبقى زمانين، صحيح؟ هذه المسألة التي يبحثها المؤلف، العرض غير قابل للبقاء. لماذا؟ يقول: إن كان باقيا إن كان العرض باقيا، لنفرض أن العرض باقي يعني عكس المطلوب، نبطل العكس فيثبت المطلوب. يقول: إن كان العرض باقيا فإما أن يكون البقاء قائم به يعني بالعرض، أو البقاء قائم بغيره. أو لأكتب هكذا: إن كان العرض باقيا فهذا البقاء إما أن يكون قائم بالعرض أو قائم بغيره. لاحظتم؟ إذا قلنا العرض باقي يعني هناك عرض ويقبل البقاء زمانين على الأقل، فهذا البقاء، صفة البقاء التي نصفها للعرض، نقول هذا العرض باق، هذا الوصف يقول إما أن يكون قائم بالعرض، يعني هناك عرض يقوم به صفة البقاء، كما مثلا عندي مثلا قلم يقوم به صفة الحركة فيكون متحرك، كما عندي مثلا جسم يقوم به صفة السواد فيكون أسود، وهكذا. فهنا عندي عرض، أريد أقول عرض باقي، فإذا هناك صفة البقاء ستقوم بالعرض فيكون العرض باقيا، فإما أن يكون البقاء قائم بالعرض أو قائم بغيره، نفي وإثبات حتى تنتهي القسمة. نعم، يعني قائم به أو غير قائم به، قائم بغيره، هكذا تكون. طيب، فما المشكلة لو كان البقاء
قائم بالعرض. قال هنا يلزم قيام العرض بالعرض. على هذا الاحتمال إذا قلنا ما معنى أن العرض باقي؟ أن هناك عرض وهناك صفة البقاء تقوم بالعرض فيصبح العرض باقي. قال هذا إشكال، لأنه يلزم من هذا الكلام قيام العرض بالعرض. لماذا؟ لأنه العرض نفسه قائم بالجسم، صحيح؟ هناك جسم، فالعرض يقوم به كالحركة مثلا، والحركة هي عرض. طيب، وصفة البقاء هو عرض من الأعراض، ليس جوهرا، ليس جسما. فصار إذن عندي جسم قام به عرض، حتى أقول هذا العرض باقي يقوم به عرض آخر بالعرض، قام بالعرض عرض. نعم، فيقول يلزم قيام العرض بالعرض، وهذا باطل مستحيل، لأن حقيقة العرض ما يقوم بالجسم أو بالجوهر، ليس يقوم بعرض. العرض لا يقوم بالعرض، العرض يقوم بجوهر، هذه حقيقته. نعم، فيلزم هنا إشكال عقلي، إنه يعني قلب الحقائق، حقيقة العرض ما يقوم بالجوهر أو بالجسم. نعم، هذا يعني جواب صحيح، سنأتي على هذا. ما تقوله صحيح، إنه يعني البقاء أصلا ليس بصفة وجودية. نعم، البقاء في أصله ليس بصفة وجودية. ما دام هو ليس صفة وجودية، ليس أمرا وجوديا، إذن لا يوصف لا بالجسمية ولا بالعرضية، لأنه ليس موجودا أصلا، بل هو أمر اعتباري للوجود. نعم، سنتكلم في هذا بعد قليل. لكن على تقرير المؤلف أنا أمشي الآن، إنه البقاء بقاء العرض، نعم، إنه عندي عرض وعندي بقاء لهذا العرض، إذن قال يلزم قيام العرض بالعرض، وهذا باطل. انظروا، قال إن كان قائما به وهو محال، لأن العرض لا يقوم بالعرض والبقاء عرض. يعني المؤلف منتبه لما يقول بغض النظر عن الخلاف بيننا وبينه، لكن هو يعني يمشي بطريقة منهجية حقيقة. نحن ممكن ننازعه في محتوى المقدمة كما ترون، لكن لا ننازعه في تسلسل المنهج في الأفكار. فهو يقول إذا كان البقاء، يعني إذا كان العرض باقيا، إذن البقاء سيكون قائم بالعرض، فيلزم قيام العرض. ما هو العرض هنا؟ البقاء بالعرض الذي نبحث عنه، هل هو باقي أم لا. طيب، فكما هو يعني أتى بإشكال، إنه هل البقاء أصلا عرض؟ هل البقاء أمر وجودي حتى نسأل هل هو جسم أو عرض؟ في رأي المؤلف نعم، قال والبقاء عرض. طبعا هذا محل النزاع بيننا. لماذا هو قال عرض؟ قال لأنه عبارة عن معنى زائد على الذات، والبقاء كذلك زائد على الذات، بدليل صحة قول القائل وجد ولم يبقى. لاحظوا، يقول مثلا كلمة وجود، الوجود، نعم، لو قلنا طيب مثلا الثبوت، هل الثبوت أو التحقق، هل التحقق هو عين الوجود أو هو أمر زائد على الوجود، يعني مغاير للوجود، وصف زائد؟ درسنا معنى الزيادة، تذكرون؟ يعني هناك معنى آخر غير المعنى المفهوم من اللفظ الأول. العلم مثلا وصف زائد. نعم، فلاحظ كلمة وجود وكلمة تحقق، هل التحقق هو عين الوجود أو هو أمر زائد على الوجود؟ عين الوجود.
لذلك لا تستطيع أن تقول وجد ولم يتحقق، وجد في الواقع لكن لم يتحقق في الواقع، لأنه هذا جمع بين النقيضين. تقول هذا الشيء وجد في الواقع ولم يتحقق في الواقع، كيف؟ لا يمكن هذا، لأنك أنت تنفي وتثبت يعني من نفس الجهة، فهذا لا يصح. لكن هل تستطيع تقول مثلا فلان موجود وليس بعالم؟ تستطيع. إذن هذا الدليل أن العلم وصف زائد على الوجود. تستطيع تقول موجود لكن ليس بعالم، إذن العلم زائد على الوجود. لكن لا تستطيع تقول هو موجود وليس بمتحقق، لأن الوجود والتحقق عين ليس زائدا. فالمؤلف يستدل بهذا، يقول نحن نستطيع نقول وجد ولم يبقى، صحيح؟ نقول وجد مثلا الثلج اليوم لكن لم يبقى، خلال نصف ساعة ذهب، وجد ولم يبقى. أو مثلا أنا أسألكم أين الطالب فلان، كان قبل نصف ساعة هنا، تقولون كان، وجد نفس كان، نفس المعنى صحيح، وجد كان، تقول كان لكنه لم يبقى، كان هنا ولم يبقى. فيقول المؤلف إذن هذا مثل موجود وليس بعالم، موجود وليس بقادر. يصح أن تقول فلان موجود وليس بقادر، إذن القدرة زائد على الوجود. فالمؤلف يستدل بهذا، أنك تقول وجد ولم يبقى، إذن البقاء زائد على الوجود وليس عين الوجود، ليس اعتبار من اعتبارات الوجود. قال ولا يصح أن تقول وجد ولم يوجد. نعم، لو كان هو البقاء عين الوجود لكان معنى هذه الجملة وجد ولم يبقى، إذن وجد ولم يوجد وهذا غلط، لكن وجد ولم يبقى صحيح. نعم، هذا يعني استدلال المؤلف، وهو استدلال معروف من قبله في هذا السياق، يعني أبو المعين النسفي، اللامشي، هؤلاء قبل المؤلف ذكروا هذا الدليل، فهو مستفيد منه. نعم، قال بخلاف اتصاف السواد باللونية لأنها ليست بزائدة على ذاته. لاحظوا السواد واللونية، هل اللونية زائدة على السواد؟ وصف زائد على السواد؟ اختبر هذا بنفس المنهج. هل تستطيع أن تقول هذا أسود وليس بلون؟ لا. إذن اللونية عين السواد، ليست زائدة على السواد. نعم، لكن مثلا هل السواد زائد على اللونية؟ الآن بالعكس السؤال، هل السواد أمر زائد على اللونية؟ نعم، لكن تستطيع أن تقول هذا لون وليس بأسود. إذا هم يعرفون السواد ماذا؟ لون قابض للبصر، لون جنس في التعريف، قابض للبصر فصل، فالسواد هو لون قابض للبصر. انظر هذه الزيادة على اللونية، أن السواد زائد على اللونية، هو لون قابض للبصر، هذه الزيادة، قابضية البصر. طيب، فإذا المؤلف يستدل بهذا على أن البقاء عرض من الأعراض، فإذا قلنا البقاء العرض يبقى، فصار عندي عرض والبقاء عرض، عرض قام بعرض، وهذا مستحيل. نعم، لأنه نعم، هو هذا جوابنا، أن البقاء ليس بعرض، البقاء ليس أمرا وجوديا أصلا، نعم، بل هو عبارة عن استمرار الوجود، فهو نفس الوجود بالنظر إلى الزمان الثاني. يعني إذا نظرت إلى الوجود في زمن واحد تسميه وجود، فإذا نظرت إلى نفس الوجود في الزمن الثاني بعد الزمن الأول، يعني إذا لاحظ الذهن أنه هذا الوجود كان في الزمن الأول والآن هو موجود في الزمن الثاني أيضا، هذا يسميه الذهن بقاء. فالبقاء هو نفس الوجود،
الفرق بينهما اعتباري. كيف الاعتبار هنا؟ إذا نظرت إلى الوجود مجردا، نظرت إلى الوجود دون أي ملاحظة أخرى، يعني لا تنظر الزمن الأول الزمن الثاني، نظرت إلى الوجود، ماذا اسمه؟ وجود. نظرت إلى الوجود ولاحظ الذهن الزمن الأول له، ولاحظ الزمن الثاني، لاحظ نفس هذا الوجود في زمن أول في زمن ثاني، هنا يسميه الذهن ماذا؟ بقاء. فإذا هو أمر اعتباري، أو يعني هو الوجود بملاحظة أمر اعتباري، يعني من جهة اعتبارية. نعم، فالفرق بين الوجود والبقاء اعتباري، فرق اعتباري فقط. لكن كيف نجيب عن سؤاله إنه نحن لا نستطيع، عفوا، نحن نستطيع أن نقول وجد ولم يبقى؟ هذا كان يعني من أهم أدلته، إنه إذا كان البقاء ليس زائدا، إذا كان البقاء ليس زائدا فأنت لا تستطيع أن تنفي. كما قلت، هل تستطيع تقول موجود وليس بمتحقق؟ لا، لأن الوجود والتحقق أمر واحد، كذلك الوجود والبقاء أمر واحد، الفرق اعتباري كما قلنا. إذن كيف نقول وجد ولم يبقى؟ هذا يساوي وجد ولم يوجد. أها، هذا شيء آخر سأتي عليه، ولكن أنا فقط أجيب عن هذا أولا. فكيف سنجيب عن هذا؟ وجد ولم يبق. أها، هذا هو، جيد. وجد في الزمن الأول ولم يبق في الزمن الثاني، يعني يصبح هذه الجملة وجد ولم يبق هي مساوية تماما لوجد ولم يوجد. فكيف طيب جمعنا بين النقيضين؟ لم نجمع بين النقيضين من نفس الجهة، وجد في الزمن الأول ولم يوجد في الزمن الثاني، وهذا ليس بتناقض عقلي. فإذا هو قال، يعني هو فرق بين وجد ولم يبقى، قال هذه صحيحة، ووجد ولم يوجد، قال هذه غلط. لكن حقيقة لا فرق بينهم، لأن نحن قلنا البقاء هو عين الوجود، الفرق اعتباري فقط. فيكون معنى وجد ولم يبقى يعني وجد في الزمن الأول ولم يبقى في الزمن الثاني، يعني بعبارة أخرى وجد في الزمن الأول ولم يوجد في الزمن الثاني. إذن فالبقاء أصلا ليس بعرض في نظرنا، نظر علماء المتأخرين، البقاء ليس بعرض. لذلك في صفات الله السلبية نحن وضعنا البقاء في الصفات ماذا؟ السلبية، صحيح؟ والصفات السلبية ليست وجودية، وهذا يعني التقسيم المشهور عند المتأخرين، تقسيم صفات الله إلى صفة نفسية وهي الوجود، وصفات سلبية الخمسة، وصفات معاني السبعة. فيضعون البقاء في صفات السلبية. لكن كان بعض العلماء المتقدمين، حتى بعض الأشاعرة المتقدمين، يعني هذا لا تظنه خاص بالماتريدية، لأن نحن نقرأ كتاب ماتريدي الآن، يعني الخلاف في البقاء هذا ليس خلاف يعني خاص بالماتريدية. كان بعض الأشاعرة القدماء يقول بنفس ما قال المؤلف هنا، إنه البقاء عرض في حق المخلوقات، طبعا في حق الله إذن سيكون صفة معاني، لا نقول عرض طبعا في حق الله، يكون صفة معاني. لذلك كان بعضهم يعني في القدماء الأشاعرة، بعضهم كان ينقل البقاء من الصفات السلبية إلى صفات المعاني، يعتبره من الصفات المعاني. نعم، فوضع البقاء في الصفات السلبية أو وضعه في الصفات المعاني ناشئ عن ماذا؟ ناشئ عن تصور ما هو حقيقة البقاء، هل هو أمر زائد على الوجود أم ليس بأمر زائد على الوجود. لاحظ، إذا قلنا البقاء زائد على الوجود ففي حقنا سيكون عرض، في حق الله سيكون صفة معنى. أما إذا قلنا ليس بزائد على الوجود، في حقنا وفي حق الله سيكون أمرا سلبيا، صفة سلبية، وليس زائدا على الوجود، ليس صفة معنى أو عرض.
طيب أما مسألة تجسد الأعراض يوم القيامة، إنه الأعمال توزن في الميزان وهكذا، بعض العلماء يقول يعني تكتب الأعمال في ورقة وتوزن الصحيفة، هذا لا إشكال فيه. بعضهم يقول تجسد العمل، يعني يخلق هذه الأعمال كأجسام، تمام، هذا أيضا لا إشكال فيه. ولكن هنا ليس المقصود أن حقيقة العرض تنقلب إلى جسم، بل أن يخلق جسم معبر عن هذا العرض. يعني مثلا فلان صلى صلاة في أعلى درجات الخشوع لله تعالى، فيخلق جسم ثقيل يعبر عن قيمة هذه الصلاة. فلان صلى صلاة أقل منها، فيخلق جسم أقل منه يعبر. ليس المقصود حقيقة العرض تنقلب إلى جسم، بل يعني تجسد الأعراض بمعنى أن تخلق أجسام معبرة عن قيمة هذه الأعراض، هذا هو. طيب نتابع الدليل، يقول أو بغيره، هذا الاحتمال الثاني، أن يكون البقاء صفة للعرض، فهذا البقاء عرض، فكيف يكون عرض قائم بالعرض؟ هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون قائم بغيره، فيقول المؤلف إذن فيكون الباقي ذلك الغير. نعم، إذا كان انظروا البقاء العرض باقي، فهذا البقاء أين يكون؟ واحد قال بغيره، ليس بهذا العرض، بشيء آخر، جاءت صفة البقاء لكن لم تقم بالعرض، قامت بشيء آخر، قال فيكون الباقي ذلك الغير. وهذا ليس مطلوبنا، نحن مطلوبنا أن يكون العرض باقيا وليس الغير باقيا. يعني عندي عرض من الأعراض، مثلا فرح، فلان فرحان، فواحد قال لي هذا الفرح باقي، فقلت له مثلا أنا أفهم أنه البقاء عرض على رأي المؤلف مثلا، فقلت له هذا البقاء، أنت تقول الفرح باقي، الفرح عرض، لاحظوا على يدي كأنها عرض، الفرح باقي، وهو يقول لي الفرح باقي، إذن هناك بقاء، وأنا أفهم كما فهم المؤلف أنه البقاء عرض أيضا، فأقول هذا العرض الذي اسمه بقاء هو قام بالعرض الذي اسمه فرح، فهنا قيام العرض بالعرض لا يصح. أو أن هذا العرض الذي اسمه بقاء قام بمحل آخر، قام بشيء آخر هناك أو هناك أو هناك، ليس بعرض اسمه الفرح، نقول لا إشكال أن يقوم البقاء بالكرسي مثلا، أو يقوم باللوح، أن يقوم البقاء بهذا لا إشكال، لكن لن يكون العرض باقيا، نحن بحثنا الفرح باقي، أنت ابتعدت عن المسألة التي هي محل النقاش. نعم، فعلى الاحتمال الأول هناك مشكلة قيام العرض بالعرض، على الاحتمال الثاني لم نصل إلى المطلوب، المطلوب بقاء العرض، وأنت صرت تتكلم عن بقاء الكرسي أو بقاء اللوح أو بقاء الكتاب. نعم، طبعا انتهى دليل المؤلف، لكن النزاع بيننا وبينه في كما قلنا في مقدمة من مقدماته، وهي أن البقاء أصلا عرض أو ليس بعرض، هنا النزاع. طيب لو سلمنا أن البقاء عرض من الأعراض، يبقى أيضا هناك إمكانية لمناقشة المؤلف، نعم يبقى هناك إمكانية لمناقشة المؤلف، أنه لعل مثلا العرض يقوم بالجسم والبقاء يقوم بالجسم، نعم هذا رأي بعض المتأخرين، أنه هناك جسم واحد يقوم به الفرح، عرض اسمه الفرح، ويقوم به عرض اسمه البقاء بالجسم، فيكون الفرح باقيا بالبقاء القائم بالجسم ليس القائم به. لكن أيضا هذا اعترضوا عليه بأنه هذا ليس أولى من العكس، يعني لماذا يكون الآن الفرح باقيا لا يكون البقاء فرحانا، لأن كلاهما عرض قام بالجسم، ما قام أحدهما بالآخر. نعم، على كل حال هو هكذا استدل،
قال وما يستحيل بقاؤه لا يكون قديما، لأن القديم واجب الوجود لذاته فيكون مستحيل العدم. نعم. العرض لا يبقى عند المتقدمين. نعم، عند المتأخرين يبقى حقيقته قابلة لذلك، طبعا تابع لوجود الجسم، يعني وجود الجسم هو محل له فهو شرط لبقائه، ليس تابع له شرط. نعم، يعني لو قلنا ببقاء، يعني قابلية العرض للبقاء، تمام، هو في حقيقته قابل للبقاء، لكن هذا له شروط، من شروطه بقاء المحل، لو انعدم المحل سينعدم ما فيه أيضا. نعم، والحمد لله رب العالمين.